ايه اكتر ميكس انت استعملته بما يرضي الله ويكون فواح؟ يعني اكتر ميكس انا استعملته بما يرضي الله ويكون فواح. اه طب واللي يقولك عليه تمام يخليك تمشي في الشارع قسما بالله الناس توقفك تسألك على البرفان ده تعمله هنا بقى كام لايك؟ 100,000 لايك. الناس ما بتعملش لايكات يا جدعان. تمام بص بقى قدر بقى الفيديو بلايك والاكسبلور تحت الكومنتات هتلاقي ناس خربت، يبقى انت بص مش هتخسر حاجه والله ما هتخسروا حاجه. تمام وهقول لكم والله العظيم ميكس هتمشي من الشارع هتنزل من البيت. بص لو انت نازل من البيت البرفان هيثبت في البيت نص ساعه بس. قدروا الفيديو بلايك وتعالى اقول لكم ايه الميكس ده. بصوا بقى هنقوله لبتاع البرفانات عايزين 5 جرام جيمي شو، 5 جرام جيمي شو و5 جرام سيلفر سنت، الكلام ده في ال 30 مللي وبقيه الازازه كحول. وعايزك بص ترش من الميكس ده رشه واحده والله الميكس ده هيخرب الدنيا. الميكس ده من الحاجات الفواحه الجذابه تخش اي مكان يبقى ليك وضعك بالبرفان، انت ليك وضعك من غير اي حاجه. تمام بس البرفان ده هيميزك وسط اي حد واحلى اخوات في الدنيا. واللايك يا جدعان ما تنسوش الاكسبلور. سلام عليكم.